وزيرك مالية الدولة الفدرالك الصومالية يا فافاين كبحيي وحيابه وقب صومي وزاردة يساقو سيدو كلا الشيغين وضاقور شكو ودن رسمها حروم اللوغو تلقالي قادست عن شورها سيد وركان وكوفا فاهين وريها يا عبد الله يا أحمد كولومية وزيرك وزارة مالية حكومة فدرالك الصومالية الدكتور عبد الرحمن دعالة بيلي أيا شيغين دولة الصومالية يكو تاغنتاي وضد الغوغار يسكو في اللاشا يورمرك كبعا دغالها تاسو قيبين كغادن إيسا كوركا دغليغا قدها اي دولة كسوغلا وددو وحي تلمام إيسا إن بدن بينو كدع سنين ودد كدع عنو وحي لب بدن بيلي مركا وددا واسو سعني انتي ورد وايدي كورمي هل كان مانتا كتاقن هاي وددا هي هل كود مان دونتو هاي هي تاي إنا سفي عن فهمتان ودد بيتنا دو دينا يما قرنزا تلا دينا تلمانتين أنو سوق بسان وداداسي وحي أورانيسا سد حدي بلود دخلي نو عاسو كلا يتقعدو يا أورانيسا أدون كل حكومة شقيا أنا ودخل قعدو وشيب كا كينتو يا لو شقيا وزارة المالية دا يا ودا قرش دوان لو ديسا يو حفيس لو قادي دونو عاشورها يدق موين كقبل كبنادر ميلا بدن أو عاشورها لو قبل لها يا دوسن بنجد دوسين لقد سفيان هو سعنا رباي ماشي عشورها لو قبنا دجموين كحمر ما لها كلام أنو تجنا بها دوي وادوسي إلا دي سنة ولو بهاي هذيك لا تكى ملي مادن ويا رموه دي دعوه ده كيانان أما عشوره هو حلو قبط الله سيستم كله جي مجرين وحمر كا سيستم كذي هاينا إن الدوان صوشا عندهم عدي كقولي ستنا اللي سلو عندهم كواصل الدسي هذه أي بيت ما دوان وحكلوا لنا ليش ماشي تروب طارية ذا وبرجي قرح ماشي كده عيد كده أكتر ذا كبر بري أستغنى والله شاع عندنا عدي كقولي ستة أيام ليش دونها إسكو دلترنانتا إيه والله شقين تكده حيسا وزارة المالية ذا إيه وزارة ذا المالية ذا إيه دولة قبل هذا حبنا كا دولة ده حي أي قيب كا سيد ذلك لو جارسين لها نظام مالية ذا أو كبر ده غالس سمية سيد وير وزير ك وزارة المالية ذا حكومة فدرالك الصومالية دكتور عبد الرحمن دعالة بيلي شقين ناقله arrimaha ha isku dheelitirka ee wadankani one nation weeyaan ee federaalaynta aad waxaan ugu mahadcelinaya nimanka wasiirada maaliyadda ka ee dowlad goboleedyada xubnaha ka federaalka iyo sidaan u wada shaqeyno waa isku xiranahay waa wada shaqeyna waxaan ka wada shaqeynaynaa sidii wadankani wadan noqon lahayd oo hadii aan shari dad kale la galo aan inaga Soomaaliya ula geli lahayn finances keenan ka leena governance keenan ka leena anagoo Soomaaliyo dhinac ka wada fadhina miiska yaa ee waxaan isku raacsanahay inaan danta Soomaali ka hadalno dakhliga ay ururiyaan ama soo gala hay'adaha kala duwan ee dawladda ayaa la mideeyay ilaa 3 bilood ee la soo dhaafay waa nidaam tilmaamaya daahfurnaan maaliyadeed ee Soomaaliya anagoo tixraacayna qawaaniinteena iyo baaqi dheeraa ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu jeediyeen in lacagaha lagu soo wareejiyo wasaaradda maaliyadda ayaduna mas'uul idin ka noqoto aya iyadana hirgelinay waxaan markaa noo suurta gashay inaan soo wareejino dakhliyadii ay qaadi jireen wasaaradda kaloonka wasaaradda warfaafinta wasaaradda hawlaha guud wasaaradda tacliinta wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga oo wali ku haarsan yahay baasaboorkii laakiin baasaboor ku haarsan yahay iyagana aan ka balansanahay maxkamadaha iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha talaabooyin kale qorsheynayo in la dhaqan geliyo waxa ka mid ah meel marinta iyo hirgelinta miidanta canshuuraha dalka Abdullahi Ahmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho